بس عامله لي فيها فراشه كده، اوعي توقعي رقبتك تتكسر، نركني جنب سيف في المستشفى. فراشه؟ ما تسيبني انا مجنون. ورد 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 يا بيه، والنبي يا بيه خد مني الورده دي وربنا يجوزها لك. اقول لك انا فكره حلوه، خدي كل اللي في جيبي وادعي لي ما اشوفش وش امها تاني. وش امي انا؟ لا وش ام نسبه. طب والنبي يا هنيم خدي انت مني ورده يا رب تتجوزي اللي في بالك ودي بعد عنك الشر. شوفي الوليه. طب خلاص خلاص انا هاخدهم منك خلاص. امشي يا وليه من هنا. احمدك يا رب. الوليه دي؟ تعرف المفروض دي تبقى اوحش لحظه في حياتي. يعني ابويا في المستشفى ومطلقه طازه والحياه كلها متدربجه فوق بعض، بس بصراحه احساسي غير كده خالص. حاسه ان انا مبسوطه قوي ان انا هنا ومعاك. انا كمان كنت فاكره مش هشوف وشك تاني. ايه وشك دي؟ ما كنا ماشيين عادي، ما تعرفيش تكملي جمله للاخر. تعرف ان انا اتبسطت قوي لما نسيت الباسبور عندك في البيت عشان ارجع؟ انا مش قلت لك وانا حافظك ورش. طب ممكن اسالك سؤال كده؟ لا الحقيقه مش فاضي دلوقتي، عندي شغل. اخلص بقى، ده انت رخم قوي. سؤال واحد يعني. ماشي سؤال واحد. ماشي، هو انت ليه ما كنتش بتنام في اوضتنا وكنت بتنام في الاوضه الصغيره؟ عشان بحري. نعم بحري هوا يرد الروح. ايه السؤال ده؟ عشان دي اسمها اوضتنا، لو كنت نمت فيها لوحدي ما كنتش هبقى مرتاح. اكيد طبعا من غيري مش هتكون مرتاح. انما انت بسم الله ما شاء الله جاموسه نايمه في الاوضه، صوت شخير جاب اخر الشارع. جاموسه؟ اه جاموسه. انا جاموسه؟ جاموسه قوي. الحمد لله ان احنا انفصلنا على فكره. مين انفصلنا؟ انت بجميله اسمها اتطلقنا. انفصلنا. اتطلقنا بالثلاثه. انفصلنا. خلاص بقى ما تقعدش باصص لي كده خلاص. تمام.